امير عادل. امير عادل لماذا طلب باتشيكو اختبار امير عادل؟ وليه الناس لما شافت فيديوهات امير عادل حست انك بتتكلم عن رونالدينيو مثلا؟ فليه منين هو رونالدينيو ومنين طلب الاختبار؟ هنا احنا كنا محتاجين ان احنا ما نتفرجش على الفيديوهات اللي بس الخاصه بامير عادل, ان احنا نتفرج على مباريات علشان خاطر نقدر اكتر هو ايه الوضع بتاعه بالظبط. يعني هل فعلا دي الصفقه اللي خسرها الزمالك ولا لا بالظبط كده؟ حلو العنوان ده, ما هو ده العنوان. هل دي صفقه الزمالك خسرها فعلا ولا لا؟ اتفضل تعالى نحكم, نتفرج سوا ونحكم. يلا. اولا اللاعب عنده خيال في الكره ممتاز. خيال حلوه, مصطلح خيال دي ليه؟ لان ده نوعيه اللعيبه اللي بتبقى بتشوف او بيبقى عندها ابداع وفي نفس الوقت قادره تنفذه. طب تعال نشوف. يلا بينا. بص مثلا اللقطه دي, هوب الله, خياله حلو في الكوره. يعني فكره انك خدت القرار, بص يعني دي في معظم الاوقات هتقلش. بص راحت فين. فانت بتتكلم في انه لاعب خياله في الكوره كويس, الدريبلينج الارقام بتاعته ممتازه, 3 من 4, 3 من 3, 2 من 2, 3 من 4. الله الله الله. فانت بتتكلم في لعيب حريف, بص ليفل الحرفنه والدريبلينج والترقيص عامل ازاي في ارض الملعب. كمل. شايف اهي, بص واحد هيعمل كده اتنين فعلا. هوبا. فانت بتتكلم في لعيب في الدريبلينج كويس قوي. بص دي واحده من الحاجات اللعيب اللي هو بيعمل درافتات, يعني زي الناس اللي بتاعت العربيات كده. ايوه. فامكانياته كويسه جدا في الترقيص. اللقطه اللي جايه دي من اللقطات اللي كانت شكلها حلو جدا برضو. بص المساحه ضيقه قد ايه, هو اللي لابس الازرق. بص الله الله, ولا ايه عمل ايه؟ عمل الترقيصه بالكعب. فاتنين على واحد, هو شاطر قوي في الاثنين على واحد, فات وعمل الكوره. لكن فقدان الكوره اماكن وفين في الملعب؟ في 19 كوره في مباراه. دي الاماكن اللي بيخسر فيها الكوره عدد كبير جدا مبدئيا, فقدان الكوره, ثانيا في وسط الملعب كتير قوي انك تخسر الكوره كده كصانع لعب. فدي نقطه خلتنا نفتح الباب للراجل ده, الترقيص بتاعه بيكمله بحاجه ولا ترقيص للترقيص, متعه للمتعه؟ شايف, متعه للمتعه. هو بيرقص يعني, هنا حواليه لعيبه كتير قوي, انما هو قرر يعمل ايه؟ رقص جت بسط. انا صاحب الكوره بالظبط. وانت بتتكلم في نادي المركز بتاعه كمان في الدوري الدنماركي في العاشر ال11, يعني ده المكانه بتاعه النادي. فانت بتتكلم في ان في اوقات كتير الترقيص بيبقى مبالغ فيه, فبيفقد الكوره, فبتتحول العمليه عليك على فرص. الحاجه الثانيه ان في راي الشركات بتاعه الاحصاء والسكاوتنج, الراجل اقل حاجتين عنده الفينشنج والست بيسز, الديفنس الدفاع في الكرات الثابته, التهديف والدفاع في الكرات الثابته. فروحنا بصينا على اللقطات بتاعته في انهاء الهجمات. في انهاء الهجمات هتحس ان هو عايز اللقطه الحلوه, بيجيب جوان والار 2 بتاعته كويسه, بس في نفس الوقت هو في اغلب الوقت بيفكر في ايه؟ ارقص وبعدين اشوط. فبتيجي معاه فين؟ فوق. لان الترقيص عنده اولويه. فبتلاقي ان معظم الكرات بتاعته فوق العارضه, لدرجه ان في واحده من اللقطات هي كانت فاول, هي ضربه جزاء وبرده حطها فوق العرض. يعني بص الفينشنج بتاعه عامل ازاي. في معظم الاوقات هو حريف قوي, بس هي حريف قوي بس خد بالك بقى. والله عجبتني, بس خد بالك بقى من النقطه عشان برده ما بقاش ظلمته. المكانه اللي النادي بتاعه فيه تسمح له بانه يعمل كده. يعني ما عليهوش الضغوط, يعني مفيش ضغوط خالص. انما لو كان راح الزمالك ربما كان وضعه اختلف. طب هو سؤال, اعرف منين انا انه هذا اللاعب يمتلك امكانيه التطوير؟ يعني في حته, طب ما هو ما فيش كل اللعيبه طلعت عندها كره حلوه وبعدين اتطور زي ما احنا بنشوف كل اللعيبه بتتطور في الفتره الاخيره. مظبوط. الراجل ده عنده الامكانيه دي ولا ما عندوش الخاصيه بتاعت التطوير دي؟ هشتغل عليه ولا ما ينفعش اشتغل عليه عشان انا مش فاضي هشتغل على لعيب دلوقتي انا كزمالك؟ يمكن الوقت كان ضيق بالنسبه لهم, يمكن هما وجهات النظر اختلفت عليه. صح ولا ايه؟ صح. بس انا بالنسبه لي كانت الحاجه اللي كانت مفصليه ان برضو بلاي ميكر لازم يكون عنده المواصفات الكويسه في الزمالك بالذات الدفاعيه. وهو دفاعيا ما كانش موجود خالص على الخريطه. ودي حاجه مش هتتنمى, لان هو كل الالتحامات الهوائيه هو ما بينطش عليها, هو ما بينط يعني ملوش دعوه, ما بيعملش تراي بالظبط كده, بيسيب الكوره تعدي وماليش فيه. ولو ما بيخش في الالتحامات واحد على واحد ساعات, في اوقات كتير بيخسرها. اديني الخلاصه. الخلاصه الزمالك خسر صفقه كبيره عظيمه, واللطميات اللي موجوده على السوشيال ميديا ولا وانتوا عملتوا وبتاع, ولا
لا الزمالك فكر كويس والزمالك فكر بعقلانيه ومن حق الراجل انه كان يشوفه وده التصرف الصحيح. بص من حق الراجل كان يشوفه ليه اللي كانت غريبه بالنسبه لي لان احنا في مرحله دلوقتي احنا انا اتفرجت على ماتشات كتير قوي ليه كامله ماشي. فبالتالي انت تقدر تقيم اللاعب ده يجي منه ولا لا ماشي. انا كنت شايف ان هو يجي منه بس في نفس الوقت في حاجات اساسيات زي الدفاع والحاجات اللي زي كده ما بيعملهاش خالص فهو كان هيبقى ورقه ليها استخدامها. صفقه خسرها الزمالك ولا لا يا فندم؟ لا عادي يعني مفيش حاجه عادي. يعني رزاق خسر الزمالك ماشي مقفوله انما هنا خسر الزمالك رونالدينيو لا لان في نواقص كتير تانية كنت بتغامر وبتراهن على ان هل هتكتمل ولا لا ده بقى ريسك انت بتاخده في ارض الملعب. اشكرك يا فندم شكرا جزيلا.